حكومة شبه موازية تقدم اليوم يعني 20 إجراء أساسي من أجل الخروج من الأزمة. بطبيعة الحال هذه المقترحات وهذه الحلول وهذه البدائل التي تقترح حكومة شبه موازية يعني الأساس ديالها والأصل ديالها هو من خلال التفاؤل اليومي مع مجموعة من الاقتراحات الشبابية ومن خلال حصيلة عمل حكومة شبه موازية في مختلف مناطق المغرب. ايضا تفاؤلا مع الخطاب الملكي السامي الاخير والذي اكد يعني مكامن القوه ومكامن الخلل في السياسات العموميه. لذلك راينا كحكومه شباب موازيه كجمعيه مدنيه مهتمه بتتبع السياسات العموميه ان نقول ايضا كلمتنا وان نتفاعل مع جل هذه المعطيات. لذلك فحكومه شباب موازيه مما اقترحت 20 اقتراح إجرائي وأيضا هناك اقتراحات قطاعية تهم مختلف القطاعات، ولكن الأساس هل الاقتراحات تهم مختلف مناحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسية التنموية إلى غير ذلك. ما نقترحه مثلا نقترح اليوم أن بطبيعة الحال أن ننزل أو نخرج ما يسمى قانون يهتم بالمناطق الجبلية والمناطق والأرياف والمناطق الوعرة، فصعوبة العيش في تلك المناطق لا يسمح لجل المواطنين والمواطنات للولوج للخدمات الأساسية المنصفة الاجتماعية ويعني الاقتصادية، وأيضا لا يسمح لهؤلاء الفئة أن تكون لديهم حماية اجتماعية منصفة وبنية تحتية أساسية. لذلك نقترح أن نخرج قانون يهتم بالمناطق الجبلية والأرياف والمناطق الوعرة. ثم حكومة شباب موازية في إطار منسوب الثقة المتدني حسب إحصائيات كثيرة وكثيرة جدا، فحكومة شباب موازية تقترح أن تؤسس يعني وزارة تعنى بالأمل ونسميها وزارة الأمل، من خلالها تشتغل بشكل انتقالي لفترة انتقالية على مؤشرات إرجاع الثقة وإرجاع الأمل للمواطنات والمواطنين في المؤسسات السياسية. وجلالة الملك ما من مرة تكلم عن منسوب الثقة المتدني في المؤسسات وأيضا في الأمل في المستقبل. لذلك نقترح هذا المقترح لكي نرفع من منسوب الثقة للمواطنين والمواطنات في المستقبل في المؤسسات. ثم نقترح في حكومة الشباب الموازية ضخ دماء جديدة، ضخ يعني إعطاء واحد نفس جديد للممارسة السياسية من خلال إعطاء فرصة الكفاءات الأطر التي هي غائبة بشكل كبير جدا عن الأحزاب السياسية عن يعني الممارسة السياسية بشكل عام لكي لا أعمم، وذلك باقتراح تعديل في نمط الاقتراع نمط يعني النظام الانتخابي وإتاحة الكوتا ثلث للكفاءات والأطر من داخل المؤسسات المنتخبة سواء البرلمان أو المجالس الجهوية أو المجالس الإقليمية أو الترابية. اليوم احنا عندنا ندوة صحفية في مدينة الرباط لتداول حصيلة سنة من الاشتغال، قدمنا خلالها العصارة ديال الاشتغال ديالنا لمدة سنة وخرجنا بعشرين اقتراح مقدم من مختلف أعضاء حكومة شباب الموازية واللي كيخص مجموعة من القطاعات سواء قطاع البيئة، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الاقتصاد والمالية. كيف سبق وقلت هاد العشرين مقترح هو عصارة ديال سنة من الاشتغال، وحاولنا فيها تقديم اقتراحات واقعية واقتراحات من شأنها أنها تغير تساعد الحكومة الحالية والحكومة الفعلية وتغير مجموعة من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمغرب.